تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. لماذا اعتذرت داعش لإسرائيل بعد ضربها بالخطأ؟ قبل أيام مفاجأة أو قنبلة من العيار الثقيل، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق مشي علون قال ما يلي: إن تنظيم داعش ولا مرة قرب من إسرائيل، ولا مرة قرب يعتدي على أي قوات إسرائيلية، إلا مرة واحدة بطريق الخطأ لما وجه نيران في اتجاه إسرائيليين في الجولان. والمرة الواحدة اللي حصلت بطريق الخطأ دي اعتذر تنظيم داعش فورا لإسرائيل. شوف الشيء المذهل، بنتكلم على ثلاث حاجات قالهم مشي علون. نمرة واحد، إن داعش أطلقت النار باتجاه إسرائيليين في الجولان مرة واحدة، وإنه داعش اعتذرت على الفور لأن ده كان بطريق الخطأ، وإنه تنظيم داعش بالنسبة لإسرائيل تنظيم آمن. ده وزير دفاع إسرائيل السابق بيقول كده، بيقول إن داعش تنظيم آمن بالنسبة لإسرائيل، لا يمثل أي خطر على إسرائيل لأنه عمره ما عمل حاجة لإسرائيل، والمرة اللي بالخطأ اعتذر فورا أول ما حصلت الضربة الخاطئة. يبقى إذن إحنا شفنا قبل كده تقارير مؤكدة إن أعضاء من تنظيم القاعدة جبهة النصرة بيتعالجوا في إسرائيل ويرجعوا، ودي تنظيم داعش وكلام وزير الدفاع السابق، وإسرائيل لم ترد رسميا على هذا الكلام، ده معناه إنه صح. يبقى تنظيم داعش بيتعامل مع إسرائيل وبيعتذر لإسرائيل نتيجة ضربة خاطئة وجهت إلى قوات إسرائيلية في الجولان المحتلة. يبقى إذا لما نشوف هذا الموضوع بنلاقي إنه ختام هذا الأمر إنه كان في أسلحة كيماوية في سوريا تم تدميرها، إن في جيش في سوريا تم تكسير هذا الجيش طوال الوقت، وحتى في معارضة في سوريا تم تكسير هذه المعارضة لصالح داعش والقاعدة وما إلى ذلك. يبقى الهدف لا سلطة ولا معارضة، ولا ناس في قصر الرئاسة، ولا معارضة ليبرالية أو مدنية أو وطنية في مواجهة الرئاسة، إنما اللي مقصود هو إسقاط الدولة، لا يبقى النظام الحالي ولا أي نظام وطني بديل، إنما يكون التطرف والتخلف هو بديل النظام. والهدف الأهم لا النظام ولا المعارضة، الهدف الأهم هو تكسير الجيش السوري. لما نشوف المشاهد المروعة لما تنظيم داعش هزم وساب المطار العسكري اللي في الرقة، كان طبعا الرقة أكتر مكان موجود فيه تنظيم داعش، كان بتبرع عاصمة للدولة بتاعتهم، ففي الرقة في مطار عسكري. المطار ده طلعت بقى صور جديدة بعد تحرير هذا المطار وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على المطار، هتشوف بقى صور مذهلة، مقبرة طائرات. يبقى إذن الطائرات المقاتلة السورية تم تدميرها من قبل تنظيم داعش. يبقى اللي حصل بالظبط لا قوة الدولة، لا قوة النظام ولا قوة المعارضة، والهدف لم يكن ان الثوار ينجحوا في الوصول للسلطة على أسس وطنية، ولا بقاء السلطة متصالحة مع الثوار على أسس سياسية، انما الهدف هو تدمير الجيش السوري بالأساس، نزع أسلحته وتدمير طائراته ودباباته، وجعل ساحة سوريا مشاعة وسهلة جدا لسلاح الجو الإسرائيلي. مقبرة الطائرات العسكرية في مطار الرقة تظهر مدى ما فعله داعش بالمسلمين. هل تملك كوريا الشمالية جيشا قويا حقا؟ كان الفترة اللي فاتت الكلام كله عن قوة جيش كوريا الشمالية، لكن الأيام الأخيرة في كلام عن ضعف جيش كوريا الشمالية بعد موجة إبهار، في موجة تشكيك في قوة الجيش في كوريا الشمالية. سبع علامات تظهر ضعف جيش كوريا الشمالية طبقا لمحللين غربيين. نمرة واحد، لما نشوف العرض العسكري اللي كان حصل بمناسبة 105 سنة على ميلاد جد الرئيس، هنلاقي نمرة واحد صواريخ مدببة مائلة أنف معكوف، شرحناها قبل كده وعرضناها، وفي خبراء بيشككوا إن دي صواريخ، وقلنا رد قبل كده من الإعلام الروسي، إلا أن الإعلام الغربي مصر أن هي لم تكن صواريخ. نمرة اتنين، احتراق دبابة أثناء العرض،
انت عامل عرض عسكري مشيك على كل الدبابات، دبابه في قلب العرض العسكري اتحرقت وهي ماشيه وركنت على جنب. نمره ثلاثة، بعض البنادق اللي ماسكنها العساكر الجنود والضباط، الخبراء الامريكان بيقولوا انها بنادق قديمه جدا، وانها من ايام الحرب الكوريه من سنه 50 51، وخدوها من الامريكان، وان اصلا البنادق دي خرجت من الخدمه في الستينات في الجيش الامريكي. نمره 4، قاذفات القنابل اللي موجوده في العرض العسكري قديمه وعفى عليها الزمن. نمره 5، الصواريخ ما كانتش صواريخ، وإنما هياكل، ماكت، نماذج صواريخ. يعني في رؤية أمريكية للصواريخ اللي شايفينها قدامنا ديت ما هي الصواريخ، وإنما شكل أو هيكل للصاروخ ومدهون بطريقة كويسة علشان يبين ديت صواريخ بعيدة المدى أو صواريخ كورية شمالية قوية. نمرة 6، إن بعض النظارات اللي لابسها بعض القادة العسكريين مش هي النظارات اللي تحمي من الانفجار. يعني بعض النظارات العسكرية هي مش هدفها الواجهة، إنما الحماية من الانفجارات أثناء المعارك. فبعض القادة اللي لابسين نظارات حماية أثناء المعارك ديت نظارات لا تحمي شيئا، وإنما ثمنها $5، وهي مجرد منظر ولكنها ليست ذات استخدام عسكري. نمرة 7، وأخيرا زي ما قلنا في حلقة سابقة، إنه لمدة 60 يوم إلى الآن، شهرين، كوريا الشمالية فاشلة تماما ان هي تطلق اي صاروخ، بمجرد ما يخرج بعد ثواني بينفجر ويقع في المية. يبقى اذا دول 7 معالم للضعف، اما البنادق القديمة اللي من ايام الخمسينات، واما الصواريخ اللي هي هياكل، او شكل الانف المعقوف واكيد مش ممكن تكون صواريخ حقيقية، او انه النظارات او الادوات اللي بيستخدمها القادة ما هيش ذات استخدام عسكري، او ان قاذفات القنابل قديمة جدا، او ان الصواريخ مش عارفين يطلقوها بقالهم قرابة الشهرين. يبقى اذا في معالم دلوقتي لضعف جيش كوريا الشمالية بيقولها الاعلام الغربي. وارد حاجة من اتنين، يا الكلام ده مظبوط وجيش كوريا الشمالية بيشتغل العالم بقوته، يا اما الكلام ده خطأ وان جيش كوريا الشمالية قوي فعلا ويقدر يلحق اضرار كبيرة جدا، وإن هذا التشكيك هو جزء من الدعاية الغربية أو الدعاية المضادة أو الحرب النفسية على جيش كوريا الشمالية. لماذا تبني جزر هاواي الملاجئ والتحصينات؟ جزر هاواي هي الجزر الجميلة والرائعة في أمريكا، لكنها دلوقتي في حالة قلق. ليه القلق؟ لأنه في خبير مهم جدا اتكلم للإعلام وقال إنه ممكن قوي صواريخ كوريا الشمالية تضرب أمريكا، وإن الصواريخ تصل إلى هاواي، وإنها لو وصلت هاواي هيموت 60,000 واحد في لحظة، وبعد كده 60,000 هيكونوا إصابة شديدة يبدأوا يموتوا تباعا فيما بعد، وإنه لو قدر زعيم كوريا الشمالية يطور صواريخ تصل إلى نيويورك هيموت 200,000 في نيويورك. إذا جزر هاواي اللي سكانها مش كتير بدأوا يقلقوا جدا ان هم قريبين جدا من كوريا الشمالية وممكن يتم ضربهم بالقنبلة النووية، ولو تم ضربهم هيموت 60,000 فورا، 60,000 مصاب. فجزر هاواي السلطات اللي فيها طلبوا من السلطة الفيدرالية في واشنطن ان هم يدعموهم عشان يعملوا تحصينات وملاجئ عشان الناس تهرب فيها اثناء اي حرب نووية لو شنتها كوريا الشمالية. انما كمان القلق مش بس في هاواي، في قلق اقتصادي عالمي، لأنه لو كوريا الشمالية ضربت كوريا الجنوبية أو اليابان، وحتى ما ضربتش هاواي ولا أي مكان في أمريكا، ما ده مش قليل. ما كوريا الجنوبية دي اقتصاد عملاق، ودي الصناعات كلها، دي سامسونج وهيونداي وكل الصناعات العملاقة اللي موجودة في كوريا الجنوبية، واليابان صناعات عملاقة. لو اليابان ضربت بقنابل نووية أو كوريا الجنوبية بقنابل نووية واتدمروا الدولتين، بنتكلم الاقتصاد العالمي هيكون في أزمة كبيرة جدا، نتيجة إن في عملاقين في الاقتصاد العالمي اليابان وكوريا الجنوبية ممكن يخرجوا من حركة الاقتصاد العالمي. إذا في قلق دلوقتي في كل مكان نتيجة تدهور الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. الحقيقة المؤكدة
الحرب الكورية الجديدة نهاية الكوريتين. عشان نكون كده واقعيين، لو حصل حرب لا قدر الله في هذا المكان، لا هتبقى كوريا الشمالية ولا هتبقى كوريا الجنوبية. خبيرة عسكرية يابانية مرموقة اتكلمت وقالت انه لازم تنتبهوا للمدافع وسلاح المدفعية في كوريا الشمالية، وقالت انه منذ نهاية الحرب الباردة وكوريا الشمالية عندها سلاح مدفعية قوي جدا، وفي 15,000 قطعة مدفعية موجهة على الحدود تجاه سول العاصمة الكورية الجنوبية، وان لو حصلت حرب حتى من غير نووي ال 15,000 مدفع دول هيتوجهوا لكوريا الجنوبية هيدمروها وهيموت ملايين. انما الخبيرة بتقول ان بعد ما يموت اول مليون في كوريا الجنوبية هتكون برضو كوريا الشمالية سقطت وسقط النظام. يبقى اذا في النهاية شعب واحد وتاريخ واحد ودولة واحدة انقسمت، بقى بعضهم لبعض عدو. دلوقتي كوريا الشمالية ممكن تنسف تماما كوريا الجنوبية بالمدفعية او بالسلاح النووي. كمان كوريا الجنوبية النهاردة طورت او اعلنت عن تطوير سلاح خطير جدا، صواريخ بحر جو، صواريخ تنطلق من السفن العسكرية الكورية الجنوبية لتدمير المفاعلات النووية في كوريا الشمالية. انت عندك مفاعلات في كوريا الشمالية فيها سلاح نووي، وفي 25 مفاعل نووي في كوريا الجنوبية لكنها مفاعلات سلمية للطاقة النووية. لو الجنوبيين نجحوا بالتطوير الجديد اللي قلنا عليه النهاردة ده، ان هم يضربوا كوريا الشمالية، وكوريا الشمالية نجحت تضرب كوريا الجنوبية، يبقى إذن في هذه الحالة هتنتصر كوريا الشمالية وتنهي كوريا الجنوبية. لكن كيف هتنتصر كوريا الجنوبية وتنهي كوريا الشمالية؟ يبقى الواقع محدش انتصر، هتنهزم الدولتين وينهزم الشعب الكوري شمالا وجنوبا، وهتكون كوريا كلها شمالا وجنوبا أصبحت في عداد الماضي إذا اندلعت حرب استخدمت فيها الأسلحة النووية. قصة الأسلحة الكيماوية من سماد الأرض الزراعية إلى قتل الملايين. الأسلحة الكيماوية بدأنا نسمع عنها أكتر مما يجري في سوريا. الأسلحة الكيماوية موجودة من زمان، استخدمت في الحرب العالمية الأولى. في عالم ألماني مرموق، عالم كبير جدا اسمه فريتز هابر. فريتز هابر ده العالم الألماني الكبير، قبل كده هو اللي اخترع في أوائل القرن العشرين السماد العضوي اللي بيستخدم، السماد الكيماوي الذي يستخدم في الأدوات الزراعية، يعني الأسمدة الكيماوية اللي المزارعين بيستخدموها في الأرض الزراعية، اللي اخترعها هو هذا العالم الكبير اللي هو فريتز هابر. فريتز هابر كان رأيه إنه المحاصيل اللي بتطلع مش كفاية والناس بتزيد والأكل بيقل، بلازم يخترع حاجة تزود محاصيل الأرض الزراعية، فاخترع الكيماوي أو الأسمدة الكيماوية اللي المزارعين بيستخدموها في أراضيهم، وبالتالي تؤدي إلى إنتاج كبير جدا. إذا خدم البشرية هذا العالم الكبير لما اخترع الأسمدة الكيماوية للأرض الزراعية، وأخذ جائزة نوبل عن كده سنة 1918. إلا إنه نفس العالم اللي اخترع الأسمدة الكيماوية العظيمة ديت هو اللي اخترع الأسلحة الكيماوية البغيضة في نفس الوقت. قاعد يشتغل هو الفريق العلمي بتاعه، فريق مرموق جدا، منهم 3 من تلاميذه خدوا جائزة نوبل، ومنهم العالم أوتو هان اللي هو بعد كده وصل إلى تقسيم الذرة والذي مهد لعصر القنبلة الذرية. يعني فريق عملاق، 3 نوبل وأوتو هان اللي هو مؤسس فكرة تقسيم الذرة أو الذي مهد الطريق للقنبلة الذرية. إذا العالم ده وتلاميذه من العلماء الكبار توصلوا إلى إنتاج الأسلحة الكيماوية اللي هو الغاز اللي ممكن يموت عشرات الآلاف أو مئات الآلاف. أول استخدام ليه في الحرب العالمية الأولى، الجيش البريطاني والفرنساوي في مكان في بلجيكا وقدامهم الجيش الألماني، فالجيش الألماني فاجئهم بهذا الغاز اللي هو السلاح الكيماوي، وكمية كبيرة جدا من الأطنان كانت كلها صفايح موجودة تحت الأرض،
فجأة في 5 دقائق انطلقت كل هذه الأطنان إلى السماء. الغاز ده بقى ماشي 7 كيلو، 7 كيلو كاملين سحابة صفراء اللي هو غاز الأسلحة الكيماوية. الجيش الفرنساوي والألماني، في الجيش الفرنساوي والبريطاني في هذه المعركة كانوا كام؟ 15,000 جندي، مات منهم كام؟ 5,000 في الحال طبقا للرواية الألمانية. يبقى إذا السلاح ده موت تلت الجيش اللي كان موجود في دقائق، وكتير جدا مصابين بعد كده. 5,000 قتيل نتيجة هذه السحابة الصفراء اللي هي نتاج أطنان من الأسلحة الكيماوية اللي اخترعها العالم الكبير فريدز هابر وسبق بها الفرنساويين. العلماء بيقولوا كان في صراع بين عالمين كبيرين، لأن أي حرب حضراتكم هي علم، هي علماء هنا وعلماء هنا، مش بس عسكريين وعسكريين أو مقاتلين ومقاتلين، إنما علماء وتكنولوجيين. مين اللي هيخترع الدبابة ويخترع الطيارة؟ مين هيطور التصميم؟ مين هيطور الذخيرة؟ كل دول علماء ومهندسين وخبراء وفنيين. فالعلم جزء رئيسي من أي حرب في العالم في القرن 21، وطول عمر العلم موجود في حروب العالم في القرون السابقة. كان في 2 علماء، فريدز هابر اللي اتكلمنا عنه العالم الألماني الكبير، وعالم فرنساوي قدام اسمه فيكتور جرينيار. فيكتور جرينيار عالم برضه واخد نوبل، يعني ده نوبل وده نوبل، ده ألماني ده فرنسي، ده معاه علماء كبار جدا، فانتصر العالم الثاني. يبقى إذن الصراع العسكري ما كانش بس بين جنرالات كبار، إنه بين نوبل ونوبل، وبين اختراع واختراع. ونجح نوبل ألمانيا إنه يخترع أسلحة الكيماوية قبل نوبل فرنسا، وبالتالي تم إبادة 5,000 جندي فرنسي وبريطاني في معركة في بلجيكا بعد استخدام الغاز الأصفر أو الأسلحة الكيماوية. يبقى إذن هذا العالم الكبير اللي قدم الإنسانية الأسمدة الكيماوية اللي طورت إنتاج المحاصيل في الأراضي الزراعية، هو نفس العالم اللي تجاوز معاهدات لاهاي واخترع الأسلحة الكيماوية. كان عنده وجهة نظر قالها لصديقه العالم الكبير ماكس بلانك. ماكس بلانك صاحب ثابت بلانك، وماكس بلانك اللي على اسمه معهد كبير جدا في ألمانيا، معهد ماكس بلانك، اللي كان طلب من الدكتور أحمد زويل أن يكون رئيس للمعهد واعتذر فيما قبل. وكمان دكتور زويل أيضا نوبل في الكيمياء، فهو زميل لهؤلاء نوبليا في علم الكيمياء. بالعودة إلى فريدز هابر اللي قدم هذا الإنجاز للبشرية، قدم هذا الدمار للإنسانية. لكن لما ماكس بلانك سأله أنت ليه عملت كده يا دكتور فريدز، هو قال له بص بقى، لازم الجيش العدو ينتهي مرة واحدة، لازم يفزع، لازم يرتعب، أول ما يحصل رعب هيستسلم، هيبدأ السلام يعم. طول ما في توازن قوة في خطر، طول ما هنسحق الخصم وننهيه تماما، طول ما في إمكانية للسلام. فمن وجهة نظره تم اختراع الأسلحة الكيماوية من أجل السلام. دلوقتي كل جيوش العالم القوية تعمل تدريبات قوية جدا لمواجهة أي حرب كيماوية، كيف يمكن أن يتصرف الجنود والضباط في مواجهة حرب كيماوية تستخدم فيها الغازات لإبادة عشرات الآلاف. التكنولوجيا العصبية، كيف تسرق عقل إنسان؟ كيف تأخذ كل أفكاره من عقله؟ التكنولوجيا العصبية هي من التكنولوجيات الطبية المتطورة، وبقت صعبة جدا وبقت خيالية، لدرجة أن العلماء دلوقتي بيقولوا لازم نحط قوانين وتشريعات لمواجهة التكنولوجيا العصبية. التكنولوجيا العصبية ببساطة هي جزء من تطور علوم الطب وعلوم الأحياء، أن ممكن إنسان يخش جوه الخلايا العصبية في مخ إنسان ويقدر يحرك عقل الإنسان، فممكن يسرق الأفكار اللي جواه كلها، وممكن يخش يعدل في الأفكار اللي داخل دماغه، وبالتالي ممكن يخش ويغير الدين. حد مؤمن بدين معين فيخش حد خيال عصبية يخليه يترك هذا الدين يعتنق دين آخر. ممكن إن حد عنده فكر سياسي معين يمين أو يسار يخش على خيال عصبية أيضا ويتلاعب بالعقول، ويقدر يخلي الإنسان يغير خياراته السياسية من هذا الاتجاه وهذا الاتجاه. ممكن يكون شعب شايف الدولة دي عدو فيدخل على خيال عصبية طبقا لتطورات التكنولوجيا العصبية ديت، ويقدر يخلي الناس تؤمن ان ده صديق
وإنما مش عدو، نتكلم على خيال. التلاعب بالعقول من الناحية العلمية البيولوجية، مش الحوار والنقاش للإقناع، لا، الدخول على خلايا المخ والخلايا العصبية وتغييرها وتغيير حركتها وتفكيرها. ده اللي خلى علماء طبقا لموقع RT روسيا اليوم يتكلموا عن لازم يكون في تشريع دولي لمواجهة ذلك. الجيش الأمريكي 2016 عمل شيء مذهل، إن هو نجح في اختبار تكنولوجيا تحفيز الدماغ كهربائيا ليعمل الجنود في ظروف عصيبة، بمعنى لو الظروف صعبة جدا والجنود بيشتغلوا في هذه الظروف الشاقة جدا، بيقدر الجيش الأمريكي بنجاح هذه التجربة إن هو يحضر أو يحفز الدماغ كهربائيا، فأنت ما تشعرش إن الموضوع صعب. يعني مثلا يقول لك ارمي نفسك من ارتفاع مثلا 100 متر واعمل كذا وكذا زي شغل الصاعقة والحاجات الصعبة جدا ديت، فأنت مش مستعد زي إسماعيل ياسين كده في الأفلام، فيحولك من إسماعيل ياسين إلى بطل بأنه يعمل تحفيز كهربائي في الدماغ يخليك تتصور أن الأهوال الصعبة ديت كلها ممكنة تتعامل معها بقوة. تبقى لآرتي أن الجيش الأمريكي نجح فعلا 2016 في تجارب تحفيز الدماغ كهربائيا لأن الجنود يتحملوا أي ظروف عصيبة. فيسبوك دلوقتي بيشتغل حاجة اسمها بيلدنج 8. بيلدنج ايه ديت؟ قايمة على فكرة انه يعرف عقول مستخدمي الفيسبوك. فضلك قاعد تلعب على الفيسبوك، لكن فيسبوك فيما بعد لو نجح في تطوير هذه التقنية اللي هي برضو قايمة على التكنولوجيا العصبية دي تطورتها، يعرف انت بتفكر في ايه نتيجة استخدامك لهذا الموقع. اذا التكنولوجيا العصبية تطورها بقى في منتهى الخطورة. العلماء دلوقتي عايزين قانون ليه؟ لحماية العقل، ان الانسان يحمي عقله، ان مش من حقك تخش على خيال عصبية لدماغي وتؤثر عليها كانسان، وان انت لابد تحترم ده. فعايزين بقى تشريع لحماية خصوصية العقل، ان كل عقل عقله بقى يبقى لوحده زي ما هو عايز، ما تتدخلش تعمل عقول موحدة او متشابهة. قانون لسلامة العقل، الحق في سلامة العقل، ان اي انسان من حقه يبقى عقله زي ما هو، ما يخشش تغير من عقله أو تفكيره. مما تتقى قانون حرية العقل، إن واحد مؤمن مسلم أو مسيحي يميني أو يساري موقفه كده أو كده، من حقه إن يحافظ على عقله وعلى قناعاته، يكون عنده حرية هذا العقل وهذا التفكير، مش تخش تتلاعب في الدماغ وتغير من العقيدة أو التفكير. وأيضا الحق في الصحة النفسية، دي أربع قوانين العلماء بيفكروا يعملوها علشان مواجهة هذا التطور المذهل في التكنولوجيا العصبية. كيف يمكن أن تدخل إلى دماغ الإنسان وتسرق أفكاره وتوجهه سياسيا ودينيا ومذهبيا كيفما شئت. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.